السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في قناة مركز خدمات المحمول. فيديو النهاردة لمستخدمين شبكة اتصالات، واللي هنتكلم فيه عن إلغاء خدمة الكورة من اتصالات، وهي خدمة أطلقتها شبكة اتصالات بحيث بيتم إرسال رسائل إخبارية رياضية متعلقة بكرة القدم للعميل المشترك في الخدمة. لكن الخدمة دي ضايقت ناس كتير من مستخدمينها، بحيث إنها بتستهلك كتير من الرصيد بسبب قيمة اشتراكها العالية جدا، واللي هي جنيه كل يوم. فعلشان كده لو حابب تلغي اشتراكك هقولك ازاي في الفيديو ده بتلغي اشتراكك من خدمة الكورة من اتصالات. وعلشان نلغي الاشتراك هنبعت رسالة على رقم 515 ونكتب فيها كلمة الغاء، وهنبعت الرسالة. وبعد ما تبعت الرسالة هتوصلك رسالة تأكيد الغاء اشتراكك في خدمة الكورة من اتصالات. وبكده نبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو انت اول مرة تشوفنا ياريت تشترك علشان تشوف كل فيديوهاتنا الجاية، وتزور موقعنا مركز خدمات المحمول اللي موجود في الوصف تحت، وكمان تدخل على سلسلة فيديوهات اتصالات اللي بنقدم لك فيها شرح سريع وبسيط لأنظمة وخدمات شبكة اتصالات اللي موجودة على القناة. اشوفك الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.